أول خبر معانا النهاردة بيقول الاحتفال يمكنه الانتظار، شرطية هندية تؤجل زفافها لأداء واجبها في ظل أزمة الكورونا. الشرطة لازم تستحمل. والخبر التاني معانا بيقول حقق حلمها، تخيل إن في واحد بريطاني يحول حديقة المنزل عنده لصالون حلاقة لزوجته، يا بختها والله. أما بقى الموضة يا جماعة فحصل فيها انقلاب كبير جدا، موضة المستقبل بقت عبارة عن أقنعة للوجه تفرض نفسها على مصممي الأزياء بفرنسا بسبب الكورونا، وما سكتناش لحد كده، كمان علماء الفلك طبعا مش ساكتين. الجديد بقى ان حسب مصادر صحفية العلماء عثروا على دليل جديد يساعد في اكتشاف الكواكب الصالحة للحياة. هل معقول ان احنا ممكن نفسنا نلاقي نفسنا مرة واحدة في كوكب تاني؟